السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة عوامل وأبعاد الخلاف بين تحالف الإنقلاب وما هو مستقبل المشهد المتقلب بين الطرفين في صنعاء. أسئلة عديدة تطرح حول مستقبل العلاقة بين تحالف الإنقلاب، التحالف الذي بدأ الخلاف يتجسد في العديد من دوائره والذي وصل إلى تهديد حزب المخلوع صالح بالانسحاب من الشراكة مع ميليشيا الحوثي بعد اشتداد الضغوط على أنصاره وحملة الإقصاء التي يتعرضون لها في صنعاء وغيرها من المناطق. تهديد حزب المخلوع صالح لم يكن الأول وفقا لمراقبين، والذي جاء في رسالة بعثها قبل أيام إلى المجلس السياسي غير المعترف به دوليا اشتكى فيها من الإقصاء والاعتداءات على التابعين له من قبل ميليشيا الحوثي. الدعم الخليجي لإعادة صالح للمشهد وإنقاذه طبيا كان أيضا أحد أبرز الأسباب التي عمقت الخلاف بين الطرفين بعد أن صارت الجماعة الحوثية تتخوف من صفقة خليجية تغير موازين القوى لصالح المخلوع. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل أصبح المشهد المتوتر في صنعاء ينذر بقطيعة كاملة بين طرفي الانقلاب؟ وما هي فرص استمرار بقاء التحالف بين الطرفين؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بعد تراجع منسوب الثقة بين حليفي الانقلاب ووصولها إلى درجة القطيعة والتهديد بفض الشراكة المبنية على دوافع انتقامية، ها هي الضبابية مجددا تغلب على المشهد في صنعاء وتنذر بالمزيد من التصعيد بين الطرفين. العلاقة المتوترة بين الحليفين التي ظلت حبيسة التهدئة لفترة طويلة انكشف شكلها تدريجيا بعد إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للمخلوع صالح إحياء ذكرى تأسيسه، وهي الفعالية التي حملت رسائل عديدة اعتبرتها قيادات ميليشيا الحوثي بمثابة البداية الأولى للتخلص من التحالف وتهديد نفوذ الجماعة على مؤسسات صنعاء. الخلاف الذي وصل حد الاشتباكات المسلحة ونتج عنه مقتل مقربين للمخلوع وآخرين من جماعة الحوثي لم يحدد ملامح التوتر فحسب، بل كان بداية أيضا لاكتمال حلقة الإقصاء التي قال أنصار المخلوع إنهم يتعرضون له في هيكل المؤسسات المختلفة منذ إعلان تحالف صنعاء. لم يتوقف التوتر عند الدوائر السياسية أعلى الهرم، بل انتقل تدريجيا إلى الواقع الاجتماعي في صنعاء بعد عمليات خطف متبادل بين أنصار الطرفين، وهو الأمر الذي جاء إثر سعي جماعة الحوثي بسط سيطرتها على مربعات أمنية تخضع لسيطرة قوات صالح. وفيما يتفاقم شكل الخلاف بين الطرفين يستبعد محللون تطور أزمة الصراع إلى درجة القطيعة ما لم تنتج الأحداث متغيرات تتجاوز حدود التهدئة أو تظهر تحالفات جديدة، بينما يطرح آخرون أن فض الشراكة المتمثلة بالمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا واردة أيضا. تهديد صالح بالانسحاب من الشراكة لم يأتي بجديد بحسب مراقبين، بل كان بمثابة اعتراف ببداية النهاية لنفوذه بعد اختراق جزء من جهازه البوليسي تحت يافطة تطهيره من المؤتمرين الذين اتهموا بالعمل مع التحالف العربي. لا يظهر أن هناك توازن قوى عسكرية في صنعاء يرجح الكفة لصالح صالح، هذا ما يقوله الواقع اليوم، غير أن شكل الدعم الخليجي للرئيس المخلوع ومحاولة إنقاذه هي من ستحدد ملامح المشهد الجديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي عزعزي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي، وأشكرك وأشكر الإخوة المشاهدين أيضا. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. في البداية، كيف تقيم العلاقة بين تحالف الإنقلاب في صنعاء؟ أعتقد أن تحالف الإنقلاب في صنعاء نجح إلى حد كبير في إيهامنا أن هنالك معركة تدور بين الطرفين بشكل عام، وهي معركة وهمية مختلقة، فنحن نعرف تماما أن كلا الطرفين أحدهما أنتج الآخر، وهم الآن كما يقال في المسألة السياسية هم طرف لكن برأسين. استطاع هؤلاء أن يقولوا المجتمع الدولي وبعض أطرافه إلى محاولة التدخل بهدف إنقاذ صالح من عملية انتجها صالح ومسرحية منتجة. هذه العملية مرتبة بين الطرفين، هما طرفا واحد، هذا بدرجة أساسية. الدرجة الثانية، استطاع الطرفان
أن يعمل بشكل كامل على إيقاف تقدم الشرعية وتهدئة وتيرة المعارك على الأرض، وكانوا ناجحين جدا في هذا الجانب، وظل الجميع يراهن على انفجار الوضع الداخلي في صنعاء. نعم. هذه مسألة التي يجب التركيز عليها، وهم بانتظار ربما ورقة قدمتها بعض الأطراف الدولية تضمن لهم الخروج مع الوجه، هناك تسمية. طيب. إن كانت ولكن نعم. نعم أستاذ عبد الهادي، ولكن كما تعلم أستاذ عبد الهادي ربما المسألة ليست كما يعني وضحتها أنت ووصفت العلاقة بين طرفي الانقلاب، لأن هناك كما تعلم حدثت اشتباكات وسقط قتلى من يعني أذرع صالح المقربين ربما من الصف الأول كما تعلم، وأيضا ما حدث مؤخرا لاعتقال أبرز الصحفيين والإعلاميين الذين يساندون الرئيس المخلوع ربما هو ذراعه الإعلامي في معركته سواء يعني ضد الشرعية أو مع الحوثيين. هذه الأعمال يمكن تصريفها من مسألة غياب الرابط الإيديولوجي القوي ضمن جماعة صالح، مؤتمر من جماعة صالح، وبالتالي هذه أشبه بعمليات الصدمات الكهربائية من أجل استشعار حالة الخطر ومزيدا من التماسك، وأيضا البدء بعملية فصل كلا الجناح الرأسين عن بعضهم البعض، ولكن تحويلهم إلى أنوية صلبة مزيد من قوة التماسك. هذا جانب نفسي يجري ممارسته. هناك استغلال للعواطف القبلية للنعرة التي لا زالت هي السائدة أكثر من المصلحة والترابط المصلحي في مثل هذه المرحلة. هناك عملية استدعاء وتآزر لما نسميه بمحيط حماية صنعاء وحماية المناطق التي يتمتع فيها الطرفان بوجود كبير، وبالتالي هما الآن يمارسا دور ويهين الآخرين حتى يعملان على عملية استنفار كامل قوتهم بأن يضعوا أنفسهم على حافة الخطر، كما يقول نيتشه لا تتبدى قدرة الإنسان الحقيقية إلا على حافة الخطر، فهم الآن يدخلون مرحلة الاستنفار الكامل كطرفين بينهما تنسيقا قوي. هذه المسألة أنا لا أواهم عليها كثيرا لأن ما يجري وما يلمس في الجبهات، هنالك هجمات منسقة يقودها الطرفان في جبهة تعز، في البيضاء، في يعني مارب، في ميدي، على هذه المسألة إذا لم تنعكس على الجبهات ويكون هناك انسحابات حقيقية، فأعتقد أنهم أذكياء جدا طيب. في تمرير هذا الدور، وعلى الآخرين أن يتعاملوا. الإعلام ليس مجرد نقل حقائق. نعم. طيب نشارك معنا أستاذ عبد الهادي. نعم نعم وضحت النقطة التي تحدث عنها. نشارك معنا في الحديث أستاذ عبد الهادي، معنا أيضا نشارك الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور دكتور محمد. ربما الأستاذ عبد الهادي العزعزي وصف العلاقة بين الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي بأنها ربما ما حدث من اختطافات لبعض الإعلاميين التابعين للرئيس المخلوع أو ما حدث من بعض الاشتباكات في صنعاء هي عبارة عن فقط عن صدمات فقط، وما هو الحقيقة بأنها تنسيق بين الطرفين، والدليل على ذلك أن الجبهات مشتركين فيها سواء في تعز أو في الحدود أو في ميدي أو في صرواح مأرب. ما رأيك أنت وكيف تقيم أنت أيضا العلاقة بين الطرفي الانقلاب؟ هو طبعا هناك الأبعاد السياسية والإعلامية وهناك البعد العسكري للعلاقة بين الطرفين، يعني لا شك أن البعد العسكري لا يزال متماسكا في علاقة الطرفين، وأن الطرفين يؤديان الأعمال العسكرية بتنسيق يعني شبه كامل، مع وجود بعض المناوشات هنا وهناك التي تحصل بين الحين والآخر والتي ربما تأخذ حكم الطابع الميداني بحكم الخلافات الميدانية التي تحصل بين القادة أنفسهم. لكن عندما نأتي إلى الجانب السياسي وانعكاسات هذا الجانب على الجانب الإعلامي نجد أن الخلاف يعني لا يمكن أن ينكر بين الطرفين، يعني انطلاقا من أن الطرفين أصلا هما طرفان نقيضان، يعني كانت بينهما حروب سبت في الماضي، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصور تحالف يعني استراتيجي بين هذين الطرفين. التحالف الموجود كما هو مجمع عليه من غالبية المحللين والمعلقين أنه تحالف تكتيكي فرضته الضرورة على الطرفين.
الآن نحن لا نعرف على وجه الدقة من الكرت ومن اللاعب. أراد علي عبد الصالح أن يدخل الحوثيين إلى صنعاء من أجل أن يلعب بهم كرتا في يده على طاولة اللعب، لكن هل انتهى كرت في يدهم أم أنه لا يزال يحرك الأمور؟ هذه أمور حقيقة الأمر لا نستطيع أن نبت فيها من الأقوى في الطرفين، من الذي وظف الآخر لصالحه. الاستراتيجية المنفذة حاليا لمن من الطرفين؟ طيب إذا ربطنا على الطرفين أم لهما كليهما يعني؟ نعم دكتور محمد، إذا ربطنا يعني ما قامت به دول التحالف العربي بالسماح لوصول وفد طبي لإنقاذ الرئيس المخلوع وإجراء عملية جراحية له، في أي سياق تأتي هذه يعني هذه نسميها تقارب، نسميها اختراق لفض العلاقة بين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع؟ أنت كيف تقرأها؟ أنا أعتقد أن التحالف يعني يريد ويستفيد، يعني حتى وإن لم يكن يريد فإنه لا شك سيستفيد من فض العلاقة بين التحالف بين الطرفين، وربما هو يسعى إلى ذلك من خلال بعض التكتيكات التي يتبعها هنا وهناك. لكن ما هو مطلوب تقريبا من وجهة نظري من التحالف العربي أن يعي بأن الطرفين يدركان أنهما في سفينة واحدة، وأنهما أن غرق أحدهما يعني غرق الآخر، وبالتالي لا يمكن في هذا الضغط الراهن أن يفجر صراعا مسلحا بينهما. علي عبد الله الصالح ربما كان الطرف الأقرب إنجازا، نقول أن هناك نوع من المسافة بين التحالف وبين هذين الطرفين. علي عبد الله الصالح ربما كان الطرف الأقرب بحكم العلاقة السياسية السابقة مع دول الخليج، لنظامه بالطبع مع دول الخليج، وبحكم أيضا أنه لا يمثل لونا طائفيا فاقعا كما هو الشأن بالنسبة لميليشيا الحوثية التي ترتبط ارتباطا عضويا وتنظيميا إلى حد كبير بالإيرانيين، وبالتالي ربما يرى التحالف أن على عبد الله صالح يمكن التخاطب معه على أسس سياسية، فيما الحوثي جماعة أيديولوجية دينية طائفية منغلقة يصعب التفاهم معه، وبالتالي ربما يظن التحالف بأنه يمكن إحداث نوع من التقارب بأخذ علي عبد الله صالح من الحوثي أو بتحريض صالح ضد الحوثي في فترة من فترات القادمة، سيسهل عملية الحسم العسكري في بعض المواقع العسكرية باتجاه فايز أو الحديدة أو ربما التقدم باتجاه صنعاء. لكن كل هذه الفرضيات لا تزال لم تؤتي ثمارها ولم تتحقق على أرض الواقع. صالح فيما أخبر عنه من رسائل متضاربة، لا شك أنه يرغب بنوع من التقارب مع دول الخليج ومع السعودية، لا شك أنه يرسل. طيب دكتور نعم، في هذه الجزئية هل أصبح التحالف العربي دكتور يعني بلا أوراق ويريد إعادة إنتاج صالح من جديد؟ المشكلة التي يقع فيها التحالف من وجهة نظري، طبعا هو يملك إمكانيات عسكرية هائلة بدون شك، يعني يملك تقنيات عسكرية متقدمة، ويملك أيضا غطاء جوي، ويملك أيضا صلة بالقوة الدولية التي تيسر له كثيرا من المعلومات التي تعتمد على الأقمار الصناعية فيما يخص الطلعات الجوية. إذا لا سؤال، لا شك في أن الجانب العسكري يعني جانب عسكري متقدم ومتطور وكبير وحاسم، لكن أتصور أن التحالف لا يرغب بالدخول دخول صنعاء في مواجهة عسكرية، لأن ذلك ولن ستكون فاتورته مكلفة إنسانيا، وبالتالي ستلقى باللائم على التحالف. ثانيا وهو أهم أيضا أن ضبط العاصمة أمنيا وإداريا سيكون من الصعوبة لمكان على حكومة الرئيس هذه، خاصة وأنها قدمت نموذجا ليس بالجيد فيما يخص العاصمة عدن، العاصمة المؤقتة عدن. بالإضافة إلى أن هناك كثير من التشابكات التي تخص حسم المعركة عسكريا، ربما يفكر التحالف في نوع من الخلفية الداخلية في التحالف بين الجانبين من أجل إحداث نوع من الاختراق هنا وهنا، لإرغام الطرفين على العودة إلى مائدة التفاوضات وإنجاز الحل السياسي بناء على المرجعيات الثلاث. نعم طيب دكتور محمد، أعود للأستاذ عبد الهادي العزازي. أستاذ عبد الهادي، إذن أنت أيضا في أي سياق تقرأ إنقاذ التحالف العربي للرئيس المخلوع وإرسال وفد طبي لعملية جراحية، في أي سياق تراه؟ هل هو في عملية اختراق ما بين العلاقة بين الطرفين، أم هي دعم مباشر لمد اليد للرئيس المخلوع من جديد؟
أعتقد أن هذه العملية هي بحد ذاتها تحمل على إعادة تسويق صالح في المشهد الدولي ليكون الطرف الأكثر قبولاً في طرح أي تسوية قادمة. الرجل سوف يقدم التزامات كبيرة، لكن من الكاد خطاب هؤلاء عليه أن يراعي شيئاً واحداً، أن كل الدوائر البحثية في العالم كانت والباحثين اليمنيين يقولون أن أصعب شيئاً يواجهونه هو المعلومة. صالح لديه مجموعة كبيرة من الأجهزة التي لديها معلومات دقيقة، لديه خبراء استقدموا من خارج البلد ومن داخلها، هو أكثر قراءة للمشهد اليمني، أكثر إدراكاً من حتى من التحالف ومن الحكومة الشرعية لتفاصيل ودقائق حتى في نفسية ومزاج اليمنيين. ما يجري هو اليوم إعادة احتشاد داخلي وخارجي، هذه الفقراهم بالحاجة إلى التهدئة. لديهم فرق تعمل في الداخل والخارج، تقارير الأمم المتحدة، إدارة التحالف العربي في مسألة الانتهاكات وغيرها، تقول أن هنالك غرفة عمليات مشتركة مركزة تريد الآن أن تنقل هذه المعارك إلى داخل الشرعية. هناك التركيز على أسماء بذاتها كالأخ نائب الرئيس علي محسن أو رئيس مجلس الوزراء أو بعض القادة العسكريين، هذا ينقل المعركة بدرجة أساسية ويسقطنها في داخل الشرعية. هناك ضعف كبير في الجماعة فيما يعرف بالسلطة الشرعية، إذ أنها تفتقر لأدوات حقيقية على الأرض ولا تدعم هذه المسألة بقوة، كما أن التحالف العربي أيضا بدأ يخشى في بعض القضايا أكثر من اللازم. هذه المسألة تحت قدرة على الحسم سرعة أدوات سريعة الحركة، ولديها إمكانيات على مستوى الأرض، على مستوى الأرض وعلى مستوى الداخل. الآن صالح ربما يحقق حالة من التقدم بنقل المعركة بشخصنة هذه المسألة، بظهور بعض الخلافات في القوى السياسية في صفحة الشرعية التي لم تعي الدور المطلوب منها أولا. نعم. طيب استاذ عبد الهادي، اعود للدكتور محمد جميل. دكتور محمد، ربما ذكرت نقطه مهمه انه ربما يعني فتح خطوط وقنوات تواصل مع الرئيس المخلوع ربما هي الاقرب بالنسبه ل يعني تقارب الحل السياسي، لكن في المقابل ترى بان الميليشيا الحوثي تقدم نفسها بانها ربما هي العنصر الاهم على الارض او حتى على مستوى المفاوضات، كما تعلم الان حتى على مستوى يعني المناورات العسكريه او العروض العسكريه او تخرج دفعات عسكريه، ربما رموز الحوثيين هم من يتصدرون المشهد في كل الاماكن. هو على المستوى الامني والعسكري يبدو ان الرئيس السابق لم يعد يعني الى حد ما في الوضع الذي يجعله خصما قويا للحوثيين، ولا بالحديث القوي، يعني المشهد الان يتصدره الحوثيون، يعني كما هو معروف كما تفضلت، يعني معظم القطاعات العسكريه يديرها الحوثيون، هناك بعض المعسكرات لا زالت تتبع الرئيس السابق فيما يخص الحرس الجمهوري والقوات الخاصه، وفيما يخص ايضا بعض الاسلحه النوعيه التي ربما حصل عليها من الامريكيين اثناء فتره التعاون الامريكي اليمني خلال النظام السابق لمكافحه الارهاب. لكن يعني الإشكال الذي يواجه الحوثيين أو الإقليم في التعاون مع الحوثي أنهم يعرفون أن الحوثيين جماعة هي أشبه ما تكون بحزب الله اللبناني، وبالتالي مثل هذه الجماعات الدينية لا يمكن بحال من الأحوال أن تفرط في ثوابتها الدينية التي تعتبرها ثوابت مقدسة، والعلاقة مع إيران تأتي في إطار هذه الثوابت الدينية الطائفية، وبالتالي مهما لعبوا من تكتيكات فإنها إنما تشير إلى نوع من الإجراءات المؤقتة التي تصب مجرى الهدف الاستراتيجي الكبير، وهو هدف يخدم المشروع الإيراني في المنطقة ويخدم المشروع الطائفي بشكل عام، وأعتقد أن الإقليم يعي ذلك، ولذلك نجد أن المحاولات ربما تكون في جانب الطرف الآخر لأنه طرف دولة، كان يمثل دولة والطرف مسيس يعني أكثر من كونه طرفا دينيا أو طائفيا. لكن بالمحصلة النهائية أنا أعتقد أن هذه المحاولات هي محاولات فقط لجس النبض هنا وهناك، وأن الحل السياسي في اليمن هو حل سياسي لا بد أن يكون سياسيا، لكن هذا الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا وفقا للوقائع والإحداثيات على الأرض. إذا حصل هناك اختراق عسكري كبير ليأخذ الحديدة على سبيل المثال
أقل في استعادة تعز وتطوير تعز من الميليشيات. يمكن هنا أن نتحدث عن تقدم عسكري يؤدي إلى فرض حقائق جديدة على الأرض تؤدي للانقلابيين إلى العودة لمائدة المفاوضات. أما في ظل حالة المراوحة التي تشهدها الأوضاع الميدانية فأنا أعتقد أن الوضع مريح بالنسبة للانقلابيين في الداخل، وأتصور أن هناك نوعا ربما من إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية الحالية بالنسبة للتحالف العربي والحكومة الشرعية، خاصة بعد أن وضعت التحالف العربي على لائحة قائمة العار في الأمم المتحدة فيما يخص استهداف الأطفال، وكذلك بعد حكم مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وهذا أعطى مؤشرات قوية للتحالف العربي بأن أمامه سنة كاملة من لحظة وضع اسمه على لائحة القائمة السوداء إلى العام القادم من أجل إنجاز أي نوع من أنواع التقدم العسكري المهم والاستراتيجي الذي يمكن أن يفضي إلى حل سياسي يرغم الميليشيات على القبول بالقرار الدولي. ما لم فإن الفاتورة ستكون بشكل باهظ في قادمات الشهور. دكتور محمد، دكتور محمد، سؤال أخير فقط، يعني من وجهة نظرك فرص استمرار بقاء العلاقة بين طرفي الانقلاب واستمراريتها؟ يعني هناك يعني عدة احتمالات، أن تستمر إلى أن تنتهي الحرب، وأن يحدث نوع من الحوادث الطارئة التي يمكن أن تفجر الموقف. يعني قبل ليلتين كان هناك اشتداد الموقف الأمني في صنعاء، الحوثيون اعتقلوا ما يقارب 13 من حراسة أحمد علي عبد الصالح، منزل أحمد علي عبد الصالح الموجود في الضواحي الشمالية العاصمة، وأيضا جماعة صالح خطفوا بعض المنتسبين للحوثيين. اشتد الوضع، لكن دخلت السلطات القبلية كما تعرف هذه المنطقة من اليمن، الوساطة القبلية تجدي فيها، انفرج الموقف. لا نضمن أن ينفجر مرة أخرى بسبب حادثة عرضية هنا وهناك، ربما يحصل، لكن خاصة وأننا ندرك أن الطرفين يتربصان لبعضنا، علينا أن نعي ونحن نتحدث عن التحالف أننا نتحدث عن حليفين يكنان لبعضهما البغض والكراهية، وبينهما ثأر ودماء، وأيضا لا يأمنان لبعضهما البعض، وربما يستمر بفعل الحرب هذا التحالف حتى يأتي السلام. لكن بعد أن يأتي السلام أعتقد أنه لا يمكن أبدا أن ننظر إلى استمرار التحالف بين حوثي وصالح في مرحلة قادمة، لأن هذا التحالف هو تحالف الضرورة الذي فرضته الحرب وسينقضي بانتهاء الحرب. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن. وعودة أخيرة إلى الأستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي من تعز. أستاذ عبد الهادي، أيضا إذا ما توقعنا أو تحدثنا عن تبلور معركة قادمة، لمن ستكون الكفة ولمن سترجح في صنعاء؟ لا أعتقد عمليا أن هناك معركة سوف تحدث في صنعاء. هناك مثلا يمني يقول المصائب تجمع المصابين، علينا أن لا نتجاوز واقعنا وأن لا نحاول كيل المسألة بنوع من التمنيات. علينا استقراء التاريخ بشكل جيد، علينا معرفة بنية القوة. هناك طرفين الآن يعملان على تقليص نفوذ أي أطراف أخرى ويعملان على منع الاختراق. هذه الأعمال التي تجري في صنعاء الهدف الأساسي منها منع الاختراق. هناك مساحة محددة للحوثي ولميليشيات ليمارس فيها سيطرته كما يريد، وهناك مساحة محددة للأدوات الناعية لصالح وللأدوات الخشنة، وهناك مركز قيادة واحد. هذه جماعة عسكرية تمارس السياسة بالعنف، على الجميع أن يعيد تصنيف الجماعة بشقلها سواء صالح أو جماعة الحوثي، كلاهما وجهان لعملة واحدة خطابا واحد، الجميع يعملون فقط على إطالة أمد الوقت. هم الآن في حالة أريحية، تخلصوا من حكاية التزاماتهم بالرواتب وبغيرها، تخلصوا من كثير من الالتزامات، حولوا المجهود الحربي ومن المساعدة الدولية، أعطيت لهم مجموعة من الفرص، يستغلون الإرادات المحلية بشكل أمثل، لديهم أدوات. هل سمعت أن هناك خلاف بين بعض من قيادة صالح والحوثي في المحافظات الأخرى؟ لم يقع ذلك. في الجبهات القيادتين تتحرك وكأنها شخصا واحد. علينا أن لا نراهن على هذه المسائل، على الإقوى في الشرعية والتحالف العربي إعادة رسم استراتيجياتهم بحيث تكون حاسمة وسريعة،
بشكل كامل، وأن تحدد ما الذي تريده بدقة، وتقدم لنا ذلك في المناطق المحررة بدلا من ذلك الذي يحدث الآن، لأنها في اللاوعي تعمل مع الجماعات الانقلابية عندما تشاهد مجموعة من الأسر وبعض الفوضى وعدم القدرة على تشغيل الأجهزة والسلطة المحلية. منذ فبراير العام الماضي إلى اليوم لم يكن هناك إنجازا حقيقي ما عدا سواحل محافظة تعز. ما الذي يمكن أن نطرحه للناس؟ نعم، هذه الحالة طيب. يجب أن يعرف الجميع ما هي نفسية اليمني وسكان الجبال تحديدا. هذه مجتمعات مطرية أليسة تبحث عن السرعة في الحسم والأداء. أعتقد أن التحالف مع الأسف الشديد كان لديه معلومات ربما مضللة، وهذا نظام استطاع صالح أن ينتجه وظلل صالح العالم بأكمله عن معرفة ما الذي يجري داخل هذه المناطق وداخل المجتمع اليمني. علينا أن نعرف جميعا أن ما يمكن تقييم عدم به لا يتقيم به تعز. الجمهورية اليمنية طيب. كما قال ماكينجر بلد الجغرافيا المبرحة. نعم، سؤال أخير صاحب الهادي لضيق الوقت. نعم، على مستوى كل المجتمع. نعم، سؤال أخير فقط صاحب الهادي. إذن حالة الجمود أيضا أستاذ عبد الهادي التي نراها في جبهات القتال وأيضا في جبهة الشرعية، هل هي يعني تأتي في سياق أن التحالف العربي ربما بدأ يبحث عن خروقات في طرفي الانقلاب من أجل تقارب لحل سياسي، وبات الحديث عن حسم المعركة عسكريا غير وارد؟ أعتقد أنه إذا وصل إلى هذه القناعات فهو واهم وأهل تماما. هذا الكمون وهذا الهدوء ينقل المعارك إلى المناطق المحررة وإلى بنية السلطة الائتلافية وإلى داخل التحالف العربي نفسه. إذا أردت أن تكون أكثر تناسق فعليك أن تدفع العملية العسكرية إلى الأمام، وعليك أن تشد الأوضاع تحت هذا المبرر، لأن الأنسجة والأوضاع وطول الفترة لا تخدم من يسعون إلى إعادة السلطة، بل تخدم من يبتز السلطة ويحل نفسه بدلا عنها، وهي بالتالي تخدم الانقلاب. ما وجهه هو أن على الإخوة في الشرعية أن يغيروا من أدواتهم، أن يعيدوا ترتيب أوراقهم بشكل سريع، أن نتخلص من وجود 20 خطاب و30 تصريح و70 وجهة نظر وهذه المسائل، وأن يفصل بين المسألتين العسكرية والمدنية تمام الفصل، وبين المسألة المدنية المتعلقة بالأمن والمتعلقة بالسلطة المحلية وإدارة العملية الاقتصادية في المناطق المحررة، والعمل على إدارة ما نسميه بالدورة النقدية للبنك المركزي في المحافظة الجنوبية، وأعتقد أشكرك. أنها الأهم. نعم. وعلى رأس الأولويات. انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تعز، والشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح كان من معنا من لندن، كما هي لكم أيضا من الزميل محمد عبد المغني معد هذه الحلقة. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.